وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في صبيحة يوم 12 من المحرم لعام 40 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سائل كريم فاضل يسأل يقول: لو أن مسافرا نوى أن يجمع جمع تأخير لصلاتي المغرب والعشاء في سفره، ودخل مع إمام يصلي العشاء، إماما مقيما يصلي العشاء، فما هو الحكم في ذلك؟ القاعدة تقول أيها الفضلاء والكرام: ومن صلى خلف متم أتم. والدليل قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فإذا دخل خلف إمام يصلي العشاء وكان اليوم مقيما فيصلي العشاء المسافر أربعا، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة المغرب ثلاثا، وهنا يسقط الترتيب كما قال أهل العلم، أن الترتيب يسقط في خمسة أحوال: يسقط في حالة النسيان، ويسقط في حالة خوف فوات الجماعة، ويسقط في حالة خوف خروج الوقت، فهذه من ضمن تلك الأوقات. فهنا إن أراد أن يأتي بالعشاء مرة أخرى ركعتين بحكم أنه مسافر من باب الترتيب أتى بها، وإن لم يأتي بها فهنا يسقط الترتيب ولا حرج عليه. إذن القاعدة تقول: من صلى خلف متم أتم. صلى الله عليه وسلم.